إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا وجاء، واجأر لربك بالدعاء فعنده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة زاد. في حلقة الليلة ضيفنا الدكتور فتح الرحمن إبراهيم، أخصائي أول طب وجراحة العيون، الزمالة السويسرية في أمراض الشبكية. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. الإخوة والأخوات يمكنكم التواصل معنا عن طريق إرسال أسئلتكم واستفساراتكم النصية للواتساب، أو من خلال الاتصال المباشر بالأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا. عنوان حلقتنا لهذه الليلة اضطرابات النظر. نبدأ مع ضيفنا دكتور فتح الرحمن، أهلا بك. مرحبا، وعليكم السلام. يا مرحبا بك. دكتور، في حلقة الليلة الأسئلة وردت إلينا حتى مبكرا، موضوع اضطرابات النظر، ويعني أشياء كثيرة تشكل على الناس، فبإذن الله نحاول أن نلملم هذا الموضوع قدر الإمكان. نعم. بداية دكتور، العين وهي أساس النظر، ما هي مكوناتها؟ نعم، العين هي جزء مهم من أجزاء الجسم في الإنسان، وهي مرآة الجسم، وهي قدر ما هي بحجمها الصغير بتأدي وظيفة كبيرة ومهمة. العين هي من ناحية تشريحية وتركيبية مكونة من طبقات. نعم. الطبقات الأساسية هي ثلاثة طبقات، طبقة خارجية، الطبقة الخارجية هي تسمى يعني الغلاف الخارجي للعين، مكون من الجزء الأمامي اللي يسمى الغرنية، وهو جزء شفاف، الناس في العادة بيروه لونه أسود أو بني، لكن لأنه خلفه في ظلام هو عبارة عن جزء شفاف من العين. يعني هذا الآن كما في الصورة دكتور. نعم. الطبقة الخارجية، هذا الإطار الخارجي. نعم. هذا لونه الجزء الأمامي منه. أه. شفاف، يعني زي الزجاج شفاف، والجزء الباقي في نفس الطبقة الخلفي عبارة عن تسمى الصلبة، وهي الجزء الأبيض من العين اللي هو نراه نحن خارج، يعني نراه من جزء من محجر العين يصهر، هو الجزء الخلفي الأبيض ده، جزء صلبي جدا في العين يسمى الصلبة. هذه الطبقة الخارجية ولا نعم دي الطبقة الخارجية. احنا حتى الآن ما تكلمنا عن الطبقة الوسطى ولا الداخلية. فالطبقة الغرنية اللي هي الجزء الأمامي من الطبقة الخارجية هي جزء شفاف، بيدخل الضوء عبرها حتى تستطيع العين الرؤية وكده. الطبقة الوسطى مكونة من ما يعرف بالجسم الهدبي في أمامه، وخلفه يعرف بالطبقة الموجود فيها كل الأوعية الدموية داخل العين. الحاجة الثانية يعني الطبقة الثالثة أو الداخلية أو بطانة العين أو ما يبطن العين من الداخل، هي طبقة الشبكية تسمى، أو المشيمة تسمى برضو. هي الطبقة دي اللي هي كأنها إذا شبهنا العين بالكاميرا هي بتمثل الفيلم داخل الكاميرا. الفيلم داخل، الفيلم الكاميرا. داخل الكاميرا هي اللي بتطبع عليه الصور وتتم عبر الرؤية. وفي جزء منها يعني يدخل العصب البصري في الجزء ده في الشبكية، بنسميه نحن الغرس البصري أو رأس العصب البصري، هو الجزء ده اللي بتنتقل منه الإشارة بعد ما هي تصل في صورة الضوء داخل العين، بتمشي عبر العصب البصري إلى المخ. جميل. ومخ الإنسان مبرمج في مركز خاص بالإبصار داخل العين، هو اللي بترجم الصور دي ويحولها الى يعني يحولها ويفسرها من داخل العين، من داخل العين وليس في الدماغ. في الدماغ هو المركز، لكن داخل العين موجود العصب البصري اللي هو اللي بينقل الاشاره العصبيه عبره الى مراكز داخل العصب داخل المخ. ففي مركز يسمى مركز الابصار في المخ، في غشره المخ، هو اللي بيفسر الصور دي هي ايش. جميل. بعدين الصور لانها معقده من حول الانسان، يعني في اشياء كثيره من حولنا، حاجات بسيطه وحاجات معقدة وحاجات مرات تمثل خطر على الإنسان، فالعين كأنها الوسيلة الأولى للدفاع. فنحن إذا مثلا قاعدين في محل وفجأة ظهر خطر مثلا يعني على الإنسان، يهدي الإنسان سيارة مثلا مسرعة. نعم. العين هي أول ما تلتقط
العين والسمع يعني، لكن نحن طالما بنتكلم عن العين هي يعني هي اللي بتلمح الإشارة في جزء من الثانية وبترجمه، ويستطيع الإنسان يحدد مركز الخطر القادم عليه في وأن العين. يقوم بردة فعل مباشرة بناء نعم. على هذا نعم. التصور. نعم. بيان يعني ما يحدث من المخ بيدي إشارة لباقي الأجزاء الثانية المهمة في الجسم، العضلات والأرجل والأيدي وكده، فبيأتي رد الفعل للحكاية إن شاء الله. جميل. نعم. طيب دكتور، معناها الآن المادة البيضاء التي نراها في العين هذه الطبقة خارجية. طبقة خارجية. تسمى القرنية. الصلبة تسمى. الصلبة. طيب القرنية حتى لا نعم. لا تشكل. نعم. المادة في وسط العين الملونة. نعم. هي زي ما قلنا هي شفافة، خلفها ظلام أو مظلمة، داخل العين مظلم، فتصهر، وخلفها في الطبقة ذات الوسطى تحتها مباشرة في يعني طبقة زي ستارة للعين، نحن ما نسميه يعني قلنا البؤبؤ العين، بيكون عادة فيه خلايا لونية بتحت اللون اللي بنشوفه نحن من الخارج من الغرنية يعني، لكن هي طبقة شفافة، هي جزء شفاف من العين. وظيفة الغرنية أول شيء هي بتعمل حماية للمدخل، مدخل العين. الشيء الثاني انكسار الضوء داخل العين، الجزء الكبير منه بيحدث عبر الغرنية، يعني الغرنية تقوم بوظيفة انكسار الضوء أو تجمع الضوء في الشبكية. الوظيفة الثالثة هي كأنها الممر أو المدخل، دي بوابة الإضاءة والرؤية داخل العين. فالغرنية وظيفتها مهمة ويعني شفافة وخالية من الأوعية الدموية وحساسة للضوء. نعم. فبتقوم بالوظيفة المهمة دي. جميل. نعم. طيب دكتور، كما في الصورة الآن أمامنا هذا شكل العين. نعم. الضوء يأتي من الخارج. يأتي من الخارج. نعم. من الخارج ويدخل إلى القرنية. نعم. فيتجمع وثم ينعكس إلى الشبكية في الداخل. نعم. هو أثناء مروره داخل العين بمر بالعضو الثاني اللي هو سمى العدسة، عدسة العين اللي هي في الصورة المعروضة أمامنا موجودة، هي بعد الغرنية مباشرة في فراغ بسيط بنسميه الحجرة الأمامية نحن، خلفها طوالي توجد العدسة، عدسة العين، هي شكلها زي العدسة المحدبة الموجودة نحن بنشوفها في النظارات وبنشوفها كده. فالعدسة دي وظيفتها إنها برضو بتأخذ الضوء بعد انكساره الأول في الغرنية وبتساعد في انكساره وتمركزه داخل النقطة اللي بتسمى النقطة الصفراء في الشبكية، أو كأنها مركز إبصار، يعني أكثر نقطة داخل الشبكية بيحصل فيها الإبصار. جميل. تسمى النقطة الصفراء. النقطة الصفراء. نعم. طيب دكتور، الآن بالنسبة للعدسة أنا يعني لفت نظري أنك ذكرت أنه الجزء الثاني كأنما هي ليست من العين. نعم، هي جزء من العين مهم، وهي معلقة في الجزء الثاني اللي هي الطبقة الوسطى من العين اللي هي ذكرناها الجسم الهدبي، عنده خيوط معلقة فيه هذه العدسة يعني. فالعدسة دي هي جزء من أجزاء العين مهم جدا، وهي برضو شفافة، بس مع مرور الزمن ما زي الغرنية، مع مرور الزمن وتقدم العمر بتبدأ يحصل فيها عتامة. حتى نحن ما يعرف بأمراض في أمراضنا نحن في العيون بتسمى مرضى الماء الأبيض. نعم. أو الكتراكت تسمى. جميل. فالعتامة اللي بتصهر في العدسة هي يعني بتقلل الرؤية إذا حدثت، وكعلاج نحن بنقوم به مثلا في أمراض الماء البيضاء اللي هي بنشيل العدسة دي أو إزالة، تتم إزالة العدسة. نعم. وزراعة عدسة تانية هي عدسة صناعية تقوم بنفس الدور. نعم، تقوم بنفس الوظيفة. نعم. جميل. طيب دكتور، الآن هذه لمحة عن العين كعضو. نعم. من الناحية. نعم. الطبيعية. نود أن ندخل الآن في محورنا الأساسي. نعم. وهو اضطرابات النظر. أعرف أنه هذا العنوان كبير جدا. نعم. لكن ما هي النقاط العمومية في اضطرابات النظر؟ نعم. زي ما ذكرنا إحنا العين وهميتها، هي مكونة برضو يعني عندما يحصل اضطراب في النظر قد يكون الاضطراب ده سببه من شيء داخل العين، يعني مرض يصيب العين، قد يكون الاضطراب ده نتيجة لمرض يصيب الجسم. فكثير من الأمراض بينعكس يعني أثرها في الجسم ينعكس في العين، فتصحر لينك اضطراب بصري كمثال. الأمراض اللي بتصيب الجسم يعني إحنا لو ذكرناها هي الجزء الثاني، لكن نذكر إحنا أول نبدأ بها أول. نعم. زي أمراض السكر مثلا، هو مرض يصيب الجسم لكن يأثر على العين ويأثر على الشبكية العين. نعم. بالذات. زي الضغط مثلا، ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم برضو يؤثر على الشبكية في العين
ويؤدي لاحتلال البصر أو النظر. الحالة العامة للجسم يعني ضعف الجسم، الهزال، الإجهاد، السهر، كل هذه حتى الأسباب المعنوية، حتى الأسباب النفسية تؤثر على النظر، وقد تؤثر تؤدي إلى ضعف النظر واحتلال النظر. جميل، هذا الجزء المحور الثاني. المحور الثاني اللي هو متعلق بالجسم. جميل، إذا يعني معناها من باب التلخيص الأشياء التي تؤدي إلى اضطراب النظر شيئين، أشياء تمس الجسد بالكامل. نعم. وهذه ذكرناها، والأشياء التي تمس العين. نعم. بشكل مباشر. نعم. ما الأشياء التي ممكن أن تمس العين بشكل مباشر؟ نعم. دكتور، أكثر الأشياء نحب تجينا في عيادات العيون هي الاضطراب البصري، أو هي مغدرة العين الوظيفية اللي هي ما تسمى حوجة الإنسان، مثلا النظارات مثلا اللي هي بيسمى الأخطاء البصرية أو المشاكل البصرية تسمى. ده جزء أساسي من مشاكل العين. نعم. بتواجهنا في العيادات. الأسباب الثانية اللي بؤدي إلى يعني احتلال البصر أو ضعف النظر زي أمراض اللي بتصيب العدسة، زي الماء الأبيض مثلا، الماء الأسود مثلا برضو. نعم. الماء الأسود طبعا هو لنبسطه للناس، هو عبارة عن يعني ارتفاع في ضغط العين في الأساس، بيكون في الغالب، ويؤدي إلى تأثير على العصب البصري الموجود، قلنا في الشبكية قبيل الموجود. نعم. الضغط داخل العين إذا ارتفع يؤدي إلى تلف بعض الخلايا العصبية، فبتظهر علامات على العصب. نحن أثناء الكشف بنكتشف أنه الضغط مرتفع في الغالب، بيكون ضغط العين، وبعض الخلايا العصبية بدأت تفقد من العصب البصري، نسميها نحن الماء الأسود أو الماء الأزرق يسمى يعني. وهم لأنه اكتشفوا الأول الماء الأبيض وسمي الماء الأبيض أول، فعلى نفس الطريقة أو نفس المنوال سموا الماء الأسود. الأسود أو الأزرق هو نفسه، الأزرق هو نفسه يعني نفس الشيء، نفس المصطلح يعني. نعم. والحقيقة هو ما في ماء حقيقي داخل العين، يعني هي العين يعني الماء الأبيض لما سموه يعني جاء الاسم ده من وين؟ جاء أصلا بدوا يلاحظوا أنه في بياض بيبدأ يظهر في بؤبؤ العين أو في تجويف العين، لأنه العدسة هي يعني تكفل المجرى بتاع العين أو مدخل العين، لما يبدأ العتامة فيها فشبهوها أول من أطلق الاسم ده تقريبا هم الرومان أو الإغريق، هم رأوا الشيء ده افتكروه زي الشلال بتاع الموية النازل فسموه الكتراكت. فكلمة الكتراكت بتيجي هي تفسيرها باللغة الإنجليزية واللاتينية هي الكتراكت، هي الشلال. نعم. فسموا ترجمتها بقت الحرفية الماء الأبيض. فلما جو اكتشفوا الاحتلال الثاني اللي هو ضغط العين وتأثيره على العصب سمي الماء الأسود مجازا، تم اطلاق نفس. نعم. نفس المصطلح. نعم. طيب دكتور، من باب يعني كذلك تلخيص الأمور، معناها هناك ذكرنا أشياء لها علاقة بالعدسة أو ضغط العين. نعم. وكذلك هناك الأشياء التي ذكرتها في البداية اللي هي المشاكل البصرية، قوة النظر وضعف النظر وقصر البعد. نعم. وهذه يمكن تكون هي محور يعني تركيزنا في هذه الحلقة. نعم. وتكثر الأسئلة عنها. نعم. ما هو دكتور موضوع قوة البصر وضعفه، البعد والقصر، هذه المصطلحات حتى يعني نضبطها. نعم. بشكل يعني صحيح وسليم. نعم. طيب، مهم جدا عشان يعني نشرح للمشاهد موضوع البصر. العين هي زي ما شبهناها قبل بالكاميرا، هي برضو يعني مكون من عدسات الكاميرا هذه. قلنا العدسة الأولى اللي هي الغرنية الخارجية، والثانية هي العدسة داخل العين. فللناحية الفيزيائية وشرح كيف تحدث الأخطاء البصرية أو المشاكل دي، بتبدأ بأنه الضوء يدخل يمر عبر الغرنية فيحصل له حاجة ما يسمى بالانكسار، اللي هو بيغير المسار بتاعه واتجاهه، ويمر في المرحلة الثانية بالعدسة فيحصل له انكسار ثاني. الانكسارين ديل بيجمع الضوء داخل الشبكية اللي هي. نعم. في نقطة قلنا هي النقطة الإبصار، النقطة الصفراء والنقطة الصفراء تسمى. إذا حدث أنه في أي ضعف في تحدب الغرنية مثلا، أو زيادة تحدبة، أو العكس إذا قل تحدبة، فالضوء ده بدل يتجمع في الشبكية قد ما يصل يتجمع لي في منطقة في الوسط، وسط العين، في تجويف العين، من ناحية فيزيائية طبعا. نعم. وإذا بقى مثلا العدسة داخل العين حدث فيها برضو عتامة، قد الحكاية تقلل برضو انكسار الضوء داخله، فبرضو يتجمع الضوء كأنه أمام الشبكية وليس في الشبكية. نعم. فبيبدأ المريض يحس أنه يعني النظر حصل فيه ضعف شوية هو. أو بعض التشويش في النظر، عدم وضوح في. نعم. في الرؤية. عدم وضوح في الرؤية. جميل. نعم. طيب دكتور، بس من باب يعني. نعم. أنا يعني أحيانا أخذ أسئلة المشاهدين. نعم. الآن هذه الشبكية. نعم. على سبيل المثال. نعم.
إذا انعكست الصورة وكانت في وسط العين يعني قبل الشبكية، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى غصر النظر، يعني هي غصر النظر اللي نحن نتكلم عنه. الصورة تنعكس كأنها في تجويف العين في الوسط، ما اتصل لحد ما تصل الشبكية في بطن العين داخل. وقصر النظر اللي هو الشخص يرى البعيد أو لا يرى؟ يرى الغريب، هو يرى القريب بالنسبة للغريب، بالنسبة للمريح الشيء القريب. بالنسبة للبعيد بيعاني منه معاناة شديدة. هو معناها عندما نقول قصر نظر، نعم، أي أن الشخص يرى الأشياء القريبة، نعم، أو ذات المسافة القصيرة، نعم، بشكل أوضح. نعم، يرى القريب بصورة أوضح. جميل. إذا كان انعكاس الصورة يعني بعد الشبكية، طيب هذا ماذا يسمى؟ اللي هي زي الحالة الثانية تسمى بعد النظر. بعد النظر أو طول النظر برضو بمسمى ثاني، طول النظر أو بعد النظر، أي أن المصاب يرتاح في رؤية الأشياء البعيدة. نعم، بيرى الأشياء البعيدة أحسن، وبيعاني من الأشياء الغريبة هو. أها. ففي الحالة دي هو كأنه الصورة تخيلية بتحدث خلف العين، كأنها في المحجر، في محجر العين خلف العين بتقع. الحقيقة هي لأنها بتمر في الشبكية وبيظهر لنا الصورة فيها اختلال شوية، فهو المريض بيشوف الصورة ما واضحة أو بيحس أنه كان في تشويش في الصورة برضو. جميل. نعم. طيب دكتور، لدينا اتصال علي من السعودية، أهلا بك يا علي. مرحب بك يا أستاذنا فاضل، معك علي الرياح من الرياض. أهلا وسهلا أخ علي، حياك الله، تفضل سؤالك. سؤالنا بنسأل الدكتور فتحي، ونحن نعرف الدكتور فتحي من الدكاترة القيمين يعني، وربنا نعم يعني يفيدكم به وأفادكم به إن شاء الله، ورجل يعني والرجال غليل الله يبارك. فبنزل النظارات بسواء الأطفال اللي يقول لك تعديل النظر، أساسا شنو أصلا؟ الطفل ليش نظر بيجي غير معدل؟ جميل. نعم. جميل. طيب واضح سؤالك أخ علي، سؤال جميل، شكرا جزيلا لك. فتحياتي للدكتور فتحي والأسرة الكريمة. إن شاء الله تبلغ بإذن الله، شكرا جزيلا أخ علي، شكرا جزيلا. سؤال جميل وإن شاء الله نجيب عنه أثناء محاورنا فيها إن شاء الله. لدينا اتصال آخر من اليمن، بشير من اليمن، أهلا بك يا بشير. أم بشير انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. طيب دكتور، كنا نتحدث عن قصر النظر، نعم، وطول النظر، نعم، وأصبحت واضحة الآن. يعني عندما نقول قصر أي أننا نرى الأشياء القريبة أو نرتاح فيها، نقول طول النظر أي أننا نرتاح للأشياء البعيدة. نعم. طيب دكتور، ذكرت أنه الخلل يكون هنا إما في القرنية أو في العدسة. نعم. طيب ما أسباب هذا الخلل؟ نعم، هي الأسباب ممكن تكون يعني في تغير شكل القرنية نتيجة لتعرضها للإصابات، الأمراض مثلا، العمر، تقدم العمر، أو العدسة لأنه هي الجزء الثاني المهم برضو. يعني العدسة بتتعرض برضو لبعض الأمراض، منها قلنا العتامة اللي بتحدث اللي بنسميها إحنا المويه البيضة، برضو تأثر في قوتها فتؤدي ل يعني انكسار الصورة في الوضعية اللي سميناها لغصر النظر أو في الصورة اللي سميناها لبعد النظر. في حاجة مهمة برضو لازم أذكرها، تفضل دكتور، قد تتعلق برضو بسؤال الأخ المتصل اللي هو ذكر الأطفال. في جزء من الاختلال البصري بيبدأ كأنه يطلع الجنين من بطن أمه ويعاني نفس الشيء. إذا كان الغرنية سليمة ما فيها مشكلة بالناحية الفيزيائية والعدسة سليمة، بعض الأحيان حجم العين هو اللي يؤثر. يعني إذا تخيلنا العين حجمها كبير، يعني الحجم كبير مقارنة بانكسار الضوء بالعدسة العادية والغرنية العادية، هتقع الصورة برضو داخل العين فبتؤدي لغصر النظر. وإذا كان حجم العين صغير كمان، يعني حجم غير طبيعي، الصورة اللي كان مفروض تيجي في الشبكية هتيجي خلف العين، خلف الشبكية. فهو ده النوع الثاني من أنواع الاختلال، ما بيكون السبب عضوي داخل العين لكن بيكون نتيجة لحجم العين، أو بيسموه محور العين أو طول العين. سأعود لهذا المحور دكتور. نعم. بعد الاتصال. أم بشير عادت إلينا من اليمن، أهلا بك أم بشير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم بشير سؤالك. لو تسمح، مشكلة الضغط يعني في حريق، مشكلة الضغط يعني بسبب الضغط ينزل الحريق من العيون القراء. بسبب الضغط ماذا أم بشير؟ هل ممكن أن تسمعين من الهاتف أم بشير؟ ذكرتي بسبب الضغط ماذا يحدث؟ ضغط الدم في حريق في يعني في الذئب. السؤال غير واضح حتى الآن. بسبب مشكلة ضغط الدم في حريق في الرأس وينزل للعيون حريق، يعني ايش السبب؟ هو مشكلة بسبب ضغط الدم. يعني نتيجة ضغط الدم تشعرين مثل الحرارة في العين وصداع في الرأس. نعم.
منتصف الرأس. نعم طيب يجيبك إن شاء الله الدكتور فتح الرحمن بإذن الله. نعم. بإذن الله. جميل. هذا السؤال كذلك من الأشياء التي تكرر السؤال عنها. طيب دكتور، كنا في أسباب قصر النظر وطول النظر، وذكرت أنه كذلك حجم العين إذا كان أكبر من اللازم أو أصغر من اللازم قد يؤدي إلى قصر النظر وطول النظر. طيب دكتور، هل هناك أشياء وراثية قد تكون لها علاقة بذلك؟ نعم، هو الجانب الوراثي مهم في الناحية دي. حتى نحن لما تكلمنا عن حجم العين، الناحية دي بتدخل يعني بنلاحظ أنه في أسر معينة مثلا في جينات بتجري في الأسرة، الجينات دي هي اللي بتحكم في حجم العين وشكل الإنسان وكده. الشيء الثاني، حتى الاختلالات اللي بتظهر في بعض الأمراض مربوطة جينيا، هي اللي بتأثر على العين وبتأثر على الغرنية. يعني حتى عتامة الغرنية وكده في بعض الأمراض تورث جينيا هي. وتقدم العمر دي برضو جانب مهم يعني الناس ما بينتبهوا ليه، لأنه كثير من مرضى العيون بيجي في أعمار معينة، ده الشيء الطبيعي المفروض يحصل، لأنه بتبدأ تفقد الخلايا تحت الغرنية وخلايا العدسة وكده، بتفقد مرونتها وتفقد كده، فهو ده جزء برضو مهم مع تقدم العمر. مع تقدم العمر يعني من ما العمر المتوقع أن يكون مقبول علميا أن يبدأ الشخص يعاني في ضعف؟ نعم، هو إذا الإنسان مثلا نحن ما صنفناه عنده مرض معين، غالبا العمر 40، يعني حول 40 بيبدأ الضعف، الإنسان بيبدأ أصلا في قوة، وبعد 40 بيبدأ كأنه ينحدر، بعد يصل غمة القوة في 40 وفتوته، ثم يبدأ تاني في الانحدار، يبدأ يعاني من جميع أجزاء جسمه كده، من ضمنها العين. ففي سن 40 في اختلال تاني إحنا ما ذكرناه، اللي هو غير طول النظر وسط النظر، بتجي حوجية الإنسان لنظارة الغراء مثلا، اللي هو ده العدسة الموجودة داخل العين، قلنا معلقة بخيوط، وهي مرنة جدا، يعني العدسة ذاتها ما شكلها ثابت، هي حجمها وشكلها بيزيد وينقص. نعم. الخيوط دي هي يعني خيوط زي المطاط، مطاطية، بتزيد يعني تحدب العين وتقلله، يعني عندما يحصل انبساط فيها وانغباط يتبع طوالي مباشرة، لأنها هي ملتصقة بالعدسة في أطراف العدسة، فتزيد تحدب العين العدسة وتقعرها. جميل. فوظيفتها في الفترة الأولى من العمر الإنسان، لأنه عاوز ينظر مثلا الأشياء البعيدة، وعاوز فجأة ينظر لشيء أمامه قريب، فبيحتاج أنه يغير، كأنه في الكاميرا بيغير في حجم العدسات ويعمل زومينج للرؤية وكده. نعم، نتيجة أنه المرونة هذه أصبحت نعم. ضعيفة، وبالتالي هو يستبدلها بالنظارة. نعم. فبنحتاج أنه نديه نظارات قراءة. جميل، نأخذ اتصال ونعود لهذه النقطة. دكتور، لدينا عز الدين من السودان، أهلا بك. انقطع الاتصال، يبدو أن تأخرنا عليك. طيب شكرا. نعود دكتور للعدسة القراءة، ذكرت بعد 40 نتيجة قلة المرونة الموجودة في العدسة يبدأ الشخص يحتاج إلى هذه العدسة. فنحن ذكرنا قبل، قلنا إنه لما تفقد العدسة مرونتها فنحتاج نعوضها نحن، فيجي المريض يقول لك نحن في يعني غالبا في العمر هو من 37 سنة أو ماشي على 40 بيبدأ يشتكي من إنه بيجي يعاني من الغراء، فعلشان هو يقدر يطلع على شيء معين أو يمارس حياته الطبيعية اللي هي يعني إذا فيها كتابة أو غراء وكده، فبيحتاج يبعد الكتاب أو الجريدة أو المجلة، فيحتاج يبعد منه شوي عشان يقدر يشوف. نعم. ففي اللحظة دي غالبا هو بيكون بيحتاج لنظارة غراء. غالبية الناس لما يصلوا المرحلة العمر ده اللي هو عمر 40 بيحتاجوا النظارة، ما عدا مين اللي هم اللي عندهم غصن النظر أصلا. في غصن النظر لما يجي قريب للمرحلة دي من العمر هو أصلا يعني الشيء القريب فيه ممتاز بالنسبة له. نعم. فما بيعاني زي باقي الأشخاص التانين، فما يحتاج نظارات غراء في الغالب. هل ممكن أن يتعدل النظر ويصبح طبيعي؟ في الحالة القريبة، لكن لأنه نظر الإنسان في الحالة القريبة ما هو النظر اللي بيحتاج له في كل ممارسة حياة نشاطاته يعني. يعني الإنسان بيحتاج للنظر البعيد هو. أستاذنك دكتور عاد إلينا عز الدين. لا نريد أن نطيل عليه. أهلا بك عز الدين. عليكم السلام. يا مرحبا، تفضل سؤالك. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ارفع صوتك عز الدين قليلا. والله إن شاء الله يعني عيني صار عندي اليسرى دي كاملة. هاي بس النظر حقي بس ضعيف شوية، ما قاعد أشوف. قعدت الدكتور وقال لي يلا عينك دي عندك فيها مرض كده يعني نزل ولا ليش ما عارف. طيب لديك عينك اليسرى فيها ضعف شديد، ما المشكلة التي ذكروها لك؟ فيها ضعف شديد يعني
نعم دكتور والله قال لي يلا قال لي من الولاده تكون عندك مرض كده في اللي ما حدد لي لكن قال لي اصلا عيني بيقطع تشوف تماما زي اليوم تبارك بعيد يعني. طيب دكتور فتح هل تود تسأل اسئله؟ اخ عز الدين الدكتور يود ان يسالك نعم. بعض الاسئله. عمرك كم يا عز الدين انت؟ نعم كم العمر؟ عمري 26 سنه. 26 سنه وبديت تعاني من المشكله دي متى؟ نعم والله انا لحد ما كبرت الا السنه فاتت. نعم نعم ان شاء الله انا يعني احب اعلق عليه موضوع عز الدين ده. طيب شكرا لك نعم. اخ عز الدين تستمع ان شاء الله الى توجيه الدكتور ان شاء الله باذن الله نعم. لدينا اتصال اخر نعم. كذلك معاويه من السعوديه اهلا بك يا معاويه. بذل الدكتور من العدسه التي البرتقاء في العين العدسات اللاصقه او الجراحيه انقطع نعم. الاتصال وسأل عن العدسه نعم. داخل العين نعم. طيب دكتور نخرج الى فاصل ونعود نعم. لنواصل فاصل ونعود لنواصل ايها الاخوه والاخوات ابقوا معنا. البلاء طهارة وزكاء ولكل داء في الحياة دواء معلومة طبية في دقيقة. الكثير يسأل عن مسميات تصحيح الأبصار فظهر الكثير من المسميات مثل الليزر السطحي أو عمليات البي آر كي عمليات الليزك عملية اللاسك عمليات الانتراليزك أو الفيمتوليزك كلها حقيقة مسميات تندرج تحت مسمى واحد وهو علاج القرنية بواسطة الليزر. ببساطة شديدة عمليات البي آر كي أو الليزر أو اللاسك لا نحتاج فيها إلى رفع القرنية وتعتبر من عمليات الليزر السطحي. أما عمليات الليزك الانتراليزك الفيمتوليزك كلها مسميات لعملية أخرى للنوع الآخر من العمليات التي يتم فيها رفع طبقة بسيطة من القرنية لا تتعدى حوالي 100 ميكرون ويتم تسليط الليزر بعد رفع هذه الطبقة من القرنية. يقتل كل عام 6 ملايين شخص تقريبا منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطون أو سبق لهم تعاطيه وأكثر من 600,000 شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر. إنه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين. ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية فإن شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل 6 ثوان تقريبا مما يمثل 10 وفيات البالغين. ونظراً للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين. ففي مقابل 100 مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين قد تبلغ الوفيات في القرن 21 نحو 1 مليار وفاة متى استمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة. هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة منها سرطان الرئة ضعف الأعصاب جلطات القلب وموت الفجأة التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب الذبحة الصدرية سرطان المريء سرطان المثانة والكلى. وصدق الله إذ يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن البلاء طهارة وزكاء ولكل داء في الحياة دواء. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأخوة والأخوات في حلقتنا عن اضطرابات النظر مع الدكتور فتح الرحمن. وقبل أن نبدأ مع الدكتور لدينا اتصال عبد الكريم من السعودية. أهلا بك عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عندي مشكلة لما أقرأ كثير أدمع عبد أدمع وعندي طشاش. نعم عندما تقرأ كثيرا تبدأ تدمع ويأتيك غباش. نعم
اي غباشه. طيب هل تود ان تسال اسئله دكتور؟ نعم. معينه؟ نعم. يا بتقرا كم ساعه مثلا انت؟ والله اقرا كثير يعني، لما اقرا كثير. نعم. لا خلاص نجاوبك ان شاء الله. طيب شكرا لك يا عبد الكريم، شكرا لاتصالك. نعم. طيب دكتور، كنا قبل الفاصل نتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى قصر النظر أو طول النظر أو الخلل هذا. نعم. وهل تبقى شيء من هذه الأسباب؟ نعم. في جانب أخير لازم نتكلم عنه، اللي هو بيسمى انحراف، انحراف أو الاستجماتيزم نحن نسميه يعني. نعم. في مصطلح عندنا في طب العيون يسمى بالاستجماتيزم. الاستجماتيزم اللي هو يحصل كأنه يعني شكل الغرانية في العادة هي شكلها ما مقطوعة متساوية من سطح كرة، يعني شكلها ما متساوية المحور الرأسي والأفقي فيها. هذا الطبيعي. الطبيعي. نعم. وإذا زاد عدم التساوي ده أو زاد شوية انحرافة، هنا بتدخل لنا نوع من الاختلال البصري، كأنه الصورة بتنعكس بدرجات مختلفة على سطح الغرانية، يعني الغرانية جزء منها الأفقي يختلف من الرأسي هنا، فتعطينا صورة كأنها بتجي متموجة زي الموجة شكلها. نعم. فبتنعكس جزء منها قد يكون في الشبكية في موقع الصحيح، لكن بأبعاد مختلفة، الجزء يعني الأعلى منها من الأسفل من الصورة كأنه بأبعاد مختلفة، أو جزء منها خلف الشبكية وجزء منها أمام الشبكية، أو جزء منها قلنا زي الحق غصن النظر أمام الشبكية لكن برضه في بعدين مختلفات. أه. فيؤدي الانحراف كأنه فيه تموج في أي شكل كأنما الصورة. كأنما الصورة عندما انعكست. نعم. لم تنعكس بالكامل. نعم. أجزاء وأجزاء. نعم. أجزاء مختلفة بقوة مختلفة. نعم. انعكاسة بقوة، قوة الانكسار هنا كانت في سطح الغرانية ما متساوية، أو في سطح العدسة برضو ما متساوية من حيث الجزء الرأسي والأفقي منها، وهذا يسمى انحراف. يسمى أو انحراف. نعم يسمى انحراف. هل يمكن أن يأتي الانحراف مع قصر النظر أو مع طول النظر؟ يأتي مع قصر النظر ويأتي مع طول النظر ويأتي لوحده مرات لوحده. يعني إذا هو الصورة في وضع الطبيعي اللي هو ما في اختلال بصري لا طول لا قصر وبتجي في الشبكية، لكن أبعاد الرأسية والأفقية ما متساوية، فبتعطيني برضو اختلال اللي هو يعني يسمى برضو نفس الشيء، يعني يكون مختل الصورة هنا برضو. نعم. يعني الحالة الطبيعية أنه تجي الصورة في الشبكية أبعاد انكسارة الرأسية والأفقية واحدة. نعم. نعم. فالنوع ده من الانحراف أو الخلل يأتي في جميع الأوضاع، مع طول النظر، مع قصر النظر، مع الوضع الطبيعي، فنجد الاختلال ده موجود. جميل. نعم. طيب دكتور، إذا لندخل الآن في نقطة أو محور الأعراض. أنا الآن كيف أميز أن لدي قصر نظر أو طول. نعم. نظر أو انحراف مثلا؟ نعم. هو بتبدأ الأعراض بأنه عدم وضوح في الرؤية، ودي المشكلة الأساسية في كل أمراض العيون. يعني دائما مريض العيون إذا بيعاني أي مرض في العيون بيكون المشكلة الأساسية هي ضعف النظر أو قلة الرؤية، هو بيبدأ يشتكي في عمر معين، يعني من حياته بيلاحظ التغيير ده، أي أن هذا الشيء يكون يعني غير أصلي أو طارئ. نعم. دخيل على حياته عليه ولازم. أيوه. ف الرؤية بيبدأ يعاني من الصداع مثلا، دي أعراض ثانية، يعني ده نوع من الأعراض بيبدأ يعاني من الصداع. هذه النقطة دكتور. نعم. مهمة جدا، صداع العين كيف. نعم. ينميزه عن الصداع الآخر؟ نعم، هو شكله بيكون مرتبط بإجهاد العين في العادة، نميزه بأنه موقعه مرات يعني يأتي مثلا غالبا صداع العين لأنه مركز الإبصار في القشرة الخلفية من المخ، فيأتي في القشرة. نعم. عذرا للمقاطعة. نعم. لأن لدي اتصال دولي من المغرب. نعم. محمدي من المغرب، اهلا بك. انقطع الاتصال. طيب. نعم. عذرا دكتور. طيب. ذكرت انه عصب الابصار ياتي للقشره. نعم. الخلفيه من الخلفيه المخ. من المخ، ده مركز الابصار في خلفيه المخ قاعد هو. فعاده اذا حصل صداع من النظر في الغالب بياتي الصداع في خلف الراس، في الجزء الخلفي من الراس، يعني الصداع بيكون ليس في الجهه الاماميه دكتور، في بعض الحالات بيكون في كل الراس او في كل الجزء من الراس، يعني الالم مرات بيكون في الجزء الخلفي فقط. في الحاله دي يعني هو الصداع مركزه هنا، ما بنقدر نحدد نحن بالضبط نربطه بالعين مباشره، لانه يعني في بعض الحالات بيكون حتى الالم اللي بيحسه الانسان نتيجه لمشكله العين بيكون في محجر العين حول العين، ما في العين داخله. زي الجيوب الانفيه مثلا، اللي هو ده فرع من الامراض، حتى هو مرتبط ب يعني باطباء الاذن والانف والحنجره مثلا. نحن بيجينا المريض بيشتكي من صداع ويشتكي من الام في العيون، فكأنه مصدر الشكوى
العين. لما نكشف نحن في عيادة العيون نجد إنه العين سليمة. سليمة. ما في شيء، لا يعاني من اختلال، لا يعاني من أي مرض داخل العين. فالسبب هنا بيكون من الجوبة الأنفية اللي هي محيطة بالمحجر. فالألم بينعكس داخل العين وينعكس في الرأس فوق، فبيجينا بصورة الصداع. يعني ما دائما كل الصداع مربوط بالنظر. برضو نعم. لازم نعلق يعني نحن نعلق عليها وننبه المشاهد. العرض الثالث الممكن يجي برضو غير يعني ضعف النظر وغير الصداع، ممكن يجينا الإنسان بآلام داخل العين. بآلام داخل. ألم داخل العين. العين. طيب. نعم. سأعود للألم دكتور بعد نعم. اتصال من السودان إدريس. أهلا بك يا إدريس. نعم مرحب. مرحبا بك. أهلا وسهلا. تفضل سؤالك يا إدريس. الله يسلمك. عندي مشكلة في العيون، عندي في بالضبط تشغيل مجاري الدموع. في مجرى الدموع. هي عامل عملية في العين الشمال، واحد الليزر والثاني جراحية، والمشكلة دي نفس المشكلة في العين اليمين نفسي. نعم، في مشكلة في الدموع. الدموع هاي بتقفل براها جوا، التشغيل ده بيقفل جوا، يعني بيعمل دمعة وبيعمل صديد شديد. نعم. العملية في اليسار ليزر وفي اليمنى عملية جراحية. الاثنين في اليسار، الاثنين في اليسار، العملية الأولى ليزر الثانية جراحية بقيت كويسة، نفس المشكلة رجعت في اليمين. يعني العملية الليزر اللي أنت بتذكرها وجراحية دي هي عملية للدموع مثلا، لمجرى الدموع بتقصد؟ نعم. نعم. نعم نعم هي تشليل مجاري الدموع. نعم نعم. والآن نفس المشكلة تكررت في العين اليمنى. نعم. في اليمين نفس المشكلة. نعم. طيب طيب شكرا لك يا إدريس. شكرا لك. طيب دكتور، كنا نتحدث عن السبب الثالث أو العرض الثالث. نعم، اللي قلنا يأتي للمريض بشكوى من ألم داخل العين. بعض العلامات برضو المهمة بيأتي بها الإنسان إحمرار العين، برضو علامة يعني يشاهد المريض في المرآة أو المرافق معه في البيت يشاهد في إحمرار في العين، ودي قد يكون برضو سببها الاختلال البصري أو حتى طول النظر أو بصر النظر ذكرناهم قبل. جميل. نعم، إحمرار العين. بعض الحالات يأتي بعلامات، ودي حتكون شوية غريبة على المشاهد، يعني قد تكون علامات سلوكية. سلوكية؟ سلوكية، يعني في سلوك المريض. كيف؟ يعني قد يحصل توتر مثلاً. أها. لأنه لاحظوا الناس اللي بيكون عندهم قصر النظر عموماً، وده ما عام يعني، لكن من الملاحظات إنه بيكون يعني لأنه هو نظره محدود للشيء القريب، الشيء البعيد بيكون دائما كأنه في توتر شوية بحسه، هو مزعج. مزعج بالنسبة مثلا إذا قاد سيارة. نعم. أو كان. نعم. ويكون نشاطه دائما محدود بالشيء اللي حوله. يحب الغراء، يعني في الأطفال مثلا إذا كانت هي يعني عيوب من الأول خلقية، ملاحظ أنه الطفل عنده قصر النظر دائما بيحب اللعب مثلا القريب، الأشياء القريبة، فيحب الاطلاع، يحب الغراء وكده، عكس طوالي الطفل اللي عنده طول نظر مثلا، فده بيكون في سلوكه يحب يلعب الألعاب الجماعية خارج البيت وكده. جميل. فالمشاهدة دي برضو كأنها بتأثر على سلوكه. نعم. جميل. لدينا اتصال من الجزائر. أحلام، أهلا بك يا أحلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أحلام سؤالك. عندي بقع صغيرة أمام عينية. هل يمكن أن ترفعي صوتك قليلاً وتتحدثي معنا بهدوء حتى نستمع للسؤال؟ عندي بقع سوداء صغيرة. لديك ماذا؟ بقع؟ خيام سوداء صغيرة. بقع صغيرة؟ بقع سوداء، يعني سوداء في العين. مش في العين، جيني نشوف النظر بتاعي. طيب أحلام، أنا سأعيد عليك وصححي لي، أنت لديك بقع صغيرة في العين أثناء النظر؟ أجل. عندما تشاهدين ترين مثل البقع الصغيرة. طيب. أحيانا، مش دائما. أحيانا. منذ متى هذه المشكلة؟ من فترة قصيرة. مش طيب، عمرك كم يا أحلام؟ 28. هل لديك أي أمراض أخرى؟ لا. طيب دكتور، هل تود أن تسأل أي سؤال لأحلام؟ نعم، أنت بترتدي أي نظارة يا أحلام؟ ماذا؟ هل ترتدين أي نظارة؟ تستعملين نظارات طبية؟ لا 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 تستعملين. نظر عندي جيد. نعم. طيب البقع دي أو النقاط
انقطع الاتصال. طيب دكتور، احنا الوقت ما شاء الله بدأ يضيق، أسئلة كثيرة والمحاور لم تنتهي، سنحاول نأخذ أبرز المحاور الآن نجيب عنها حتى نتفرغ للأسئلة. ذكرت أن هناك أعراض سلوكية، وذكرنا مثلا عند الأطفال يتجنبون اللعب لقصر النظر، يتجنبون اللعب البعيد، أو التوتر عند الكبار مثلا. مثلا بشكل سريع، هل هناك أعراض أخرى دكتور؟ نعم، يعني قبل ما أتكلم عن أعراض أخرى، الناحية دي بس حاب يعني أدقق فيها شوية. يعني مهم الوالد والوالدة داخل البيت يلاحظوا سلوك الطفل. إذا تغير سلوكه، سلوك لعبه مثلا داخل البيت، حتى مستواه الدراسي برضو نقطة تانية، قد يكون منشأ الشيء ده يعني يحصل تدهور في الدراسة، برضو من الأشياء الملاحظات أو الأعراض المفروض يلاحظها الأبوين في البيت. فإذا لاحظوا أنه في تغيير في سلوك الطفل، نشاطه في البيت وحركته بقى حركته محدودة، بالذات في الأعمار الصغيرة اللي هو الطفل أصغر من 4 سنوات ما بيقدر يعبر، ما بيقولوا أنه عنده مشكلة بتاعت نظر. جميل. فالوالد والوالدة مهمتهم أنه يعني يراقبوا الأشياء دي ويلاحظوها. من الأعراض الثانية برضو يعني المصاحبة لضعف النظر، اللي هي ذكرنا نحن من مشاكل النظر اللي هي حوجة الغراء. يبدأ الإنسان يعني يعاني من الغراء مسافة قريبة، فيحتاج أنه يبعد الشيء لورا، يعني يزحه قدام مسافة أطول يعني، فتكون الحركة غير مقبولة. نعم. شيء غير نعم. مقبول. نعم. جميل. وبعدين يمكن نحن لأنه أطباء العيون يعني بكثرة تعاملهم مع المرضى بيبدوا يتدربوا، نحن ممكن نكون في محطة القطار مثلا أو في المطار بنلاحظ بعض السلوكيات من المرضى، فبنقدر نعرف المريض عنده ياتي نوع من الخلل من سلوكياته. نعم، يعني مثلا إذا إنسان لابس نظارة مثلا، حذكر مثال سريع، إذا هو لابس نظارة وبدأ داري يقرأ مثلا جريدة أو مجلة، فيروح طوال مطلع النظارة من فوق عيونه يعني ويخطها في جيبه ويبدأ يقرأ، ده معناه عنده غصن النظر هو. النظارة قبيلة أحطوها له عشان تعوض له الشيء البعيد. نعم. لكن بالنسبة للغراء هو ما يحتاج. فهي دي أشياء سلوكية نحن نلاحظها، فأنها هي أعراض ممكن ننبه لها برضو وننتبه لها برضو يعني. جميل. نعم. جميل. طيب دكتور، الآن سنأخذ بعض الأسئلة بشكل سريع. نعم. كيف يتم الطريقة الصحيحة لتشخيص اضطرابات النظر هذه؟ نعم. بتبدأ التشخيص الصحيح طبعا من الملاحظة، ملاحظة المريض ومن حول المريض، ده هو الشيء. نعم. يعني ده الجانب اللي بيحدث في البيت يلاحظوه المرافقين أو الوالد والوالدة والإخوان في البيت. الخطوة الثانية، نحب ننصح عموما أي مريض يحس بأي نوع من الاختلال، إذا كان اختلال النظر أو أحد الأعراض اللي ذكرناها، إذا شك في صداع، إذا شك من آلام في العيون، إحمرار في العيون، أي نوع من الأعراض، حكة في العين، جميع الأشياء دي يتوجه لأغرب نقطة هو بيتلقى فيها العلاج يعني. يعني يتوجه إلى الطبيب. يعني طبيب، هو ده أصح شيء يعمله الإنسان يعني. طيب، جاك الآن مريض ودخل. نعم. إلى العيادة. أنا كمريض وأنت كطبيب. نعم. عيون، كيف أعرف أن هذا التشخيص أو هذه الخطوات هي الخطوات الصحيحة لمعرفة المشكلة التي لدي؟ نعم، هو الخطوات طبعا في جميع فروع الطب واحدة، في جميع فروع الطب. يعني الخطوات الأولى نحب ناخذ المعلومة من المريض، ناخذ التاريخ المرضي من المريض، الشكوى. جميل. ونحللها، بنزلوا أزيلة مرات بتبدو لي كأنها غريبة، المريض بعض المرضى بحس أنه يعني الأزيلة بتاعتنا كأنها غريبة شوية، لكن هي الحقيقة نحن بيكون لما نسأل السؤال بيكون خلفه كثير من الأشياء نحن بنفسرها، بنعلمها نحن، ومن واجبنا برضو ننبه المريض لأهميتها يعني. الخطوة الثانية بعد ما ناخذ المعلومة من المريض والشكوى بيبدأ الكشف، يعني بنبدأ نكشف نحن على العين، وكشفنا نحن في عيادة العيون المفروض تكون مجهزة بكل الأجهزة اللازمة، نحن بنكشف من العين من الخارج إلى الداخل، يعني بنبدأ من الغرنية اللي هي الجزء الأمامي من العين وننتهي في الشبكية. هل يمكن دكتور أن نعلم هل مشكلة الانكسار هذه من القرنية أو من العدسة؟ نعم، يمكن. نعم، تعلم. إذا لاحظنا أنه في خلل في الغرنية مثلا أو خلل في العدسة، نحب نرجع طوالي إلى السبب، قد يكون من الغرنية أو من العدسة، أو لو لقينا في خلل في الغرنية والعدسة في وقت واحد السبب قد يكون من الاثنين يعني. فبنقدر نحدد إذا مثلا في نوع من ما يسمى بالغرنية الغمعية مثلا. الغرنية الغمعية هذه يعني الغرنية بدل شكلها يكون الشكل الكروي، سطحها بيكون أكثر تحدبا كأنها تشبه الغمع زي الهرم كده شكلها أو مثلث يعني. نعم. ففي الحالة دي بيكون انكسارها للضوء أكثر من اللازم، فبتديني وضع زي وضع غصن النظر الجبيل، فبتكسر الصورة داخل لتجويف العين، ما بتصل الشبكية ورا. فالغرنية الغمعية دي واحدة من المشاكل نحن لما في الكشف نلاحظها عندها علامات معينة ونقدر نعرفها،
بتدل لنا طوال عنه الخلل وين، السبب ايش هو. طيب كيف دكتور، ما الاجهزه الان؟ احنا ندخل مثلا طبيب العيون نجد جهاز كمبيوتر وجهاز اخر يعني يكشف علينا ضوئي، ما هي الخطوات هذه باستعداد سريع دكتور؟ هو الجهاز الكمبيوتر ده الحقيقه هو ما موجود، ما بيستخدمه الطبيب، ده بيستخدمه فني البصريات. ده بيدي مقياس يعني كانه بيدي يقيس ابعاد العين وابعاد اللي هي الغرنيه والعدسه اللي قلناها وقوه ابصار وكده، كانه هو بيصور في صوره، بيشوف المريض في الجهاز بيبدا يركز عليها. والكمبيوتر مهمته هنا بيحسب المسافه ويحسب مدى الصوره دي اذا سقطت في الشبكيه يكون بعدها كم كده، بيديني يعني كانه يعني كانما هو يعطي ارقام تقريبيه، أرقام تقريبية لشكل العين. نعم. وليس بدقه. وعاده هو جهاز الكمبيوتر ما بيستخدمه الطبيب، بيستخدمه فني البصريات، يعني هي بتكون في عياده البصريات الحقيقيه. اذا الخطوه الاولى هي استخدام الكمبيوتر. نعم. لاعطاء لمحه. نعم. عن طبيعه العين. نعم. ثم يتجه الى الطبيب. ثم يتجه للطبيب. نحن من المقياس الموجود في الورقه بتاعت الكمبيوتر او نتيجه الكمبيوتر بنقدر نعرف ابعاد العين، هل هو من الاساس عنده طول نظر او قصر نظر او كده. بنكشف عليه داخل العياده. العياده عندنا احنا جهاز مهم جدا بيسموه الست لامب. الجهاز ده هو عباره عن مكبر زي المنظار، وملحق به كثير من الاجزاء لقياس ضغط العين، ملحق به ممكن تلحق به كاميرا، ممكن تلحق به يعني اجهزه الليزر وغيره. وهو بنقدر نكشف طبقات العين كلها، وتكبر العين 40 مره مثلا. فبنشوف العين كانها مدينه هي الحقيقه. جميل، حمستنا. أيوة. ان نرى بعض القطاعات. نعم. للعين. نعم. يستخدم هذا الدكتور الان من قبل الطبيب. نعم. لتاكيد ما. نعم. تم استخراجه من جهاز الكمبيوتر. نعم. نعم. ثم نبدا استخدام العدسات. نعم. تجربه العدسات. طيب خطوه العدسات برضه في العاده هو نحن المريض بنحوله ثاني لفن البصريات ثاني اللي هو بيبدا عليه ضوء. يعني الكشف هنا ما معتمد على الكمبيوتر، لكن معتمد على انه يبدا بيستهدى بالدرجه الجبال في الكمبيوتر موجوده ويبدا يقيس عليه حولها ما حولها. يعني اذا لقاه مثلا هو محتاج انه يلبس نظاره عشان تعوض الخلل الموجود مثلا سالب واحد، فيبدا يجرب لي بالعدد سالب واحد، سالب نص، سالب واحد ونص، سالب اثنين، ويسال عن ما هي اكثر. أيوة. العدسات وضوحا. أيوة. نعم. فيبدا يختبره على مسافه معينه لحد ما يجي نظره يصلح لاكثر شيء ممكن يصله من تصليح النظر. يعني لانه برضه مهم ننبه الناس، عاده يعني الاختلال البصري ما يشترط انه المريض يصل لنظره 100%، لانه قد يكون في خلل من الاساس موجود، خلل هو خلقي. جميل. انه النظر ما 100% يعني، او نحن بنقول 6 على 6 مثلا. يعني الناحيه دي هنا فن البصريات هو اللي بيحدد حوجه الانسان للنظاره، وياتوا مقياس من العدسات يلبسها الانسان في نظارته. طيب دكتور باختصار شديد لطفا، 6 على 6 التي ذكرت. نعم. هذه ما. نعم. هي مهمه لانه كثير من الناس بيسالوا منها. هي هم عشان يعني يوجدوا مقياس يستخدم لكل مرضى العيون في اي منطقه في العالم، راحوا عملوا تجربه لقوا انه المسافه بتاعت السته دي هي 6 امتار. الستة امتار دي هي في حجم معين يختبروا عليه الرؤيه. فالحجم ده احنا نتخيلوا اي حجم مثلا سياره مثلا، فقاموا خدتوها مسافه 6 امتار وبدوا يسكروا الحجم لحد ما وصلوا مثلا حجم شيء زي مثلا حجم الذبابه مثلا نقول. فالحجم ده هو اخر حجم اغلب الناس بيشوفوا به الرؤيه واضحه، اذا صغروا منه الانسان هنا ما يقدر يستطيع يشوف في الحاله العاديه، الا يكون الانسان نظره زياده من الستة على ستة، نظره زياده من 100%. يعني الانسان الطبيعي يرى الاجسام. نعم. بحجم معين مدروس علميا على بعد 6 امتار. فقام قالوا خلاص يعني المسافه 6 امتار دي هيكون ده الستاندرد لكل المرضى، والحجم اللي سموه الحجم 6. طيب عندما يقولون 9 على 6. نعم. هل هذا يعني. نعم. قوة في النظر أكثر. نعم. أو ضعف؟ هو ده ضعف في النظر، هي الحقيقة 6 على 9 نقول، ما بنقول 9 على 6. 6 على 6 على 9. نعم. اللي هم قاموا خدتوا الإنسان في مسافة الاختبار اللي هي 6 أمتار، اللي هي 6 الفوق الموجودة. التسعة دي جات من وين؟ قاموا احتاجوا يكبروا الحجم هم للمريض ده، لأنه هم ما بيشوف الحجم الصغير. فراحوا زادوا الحجم شوية، فجابوا مثلا من حجم الذبابة، أنا طبعا بحب أشرح للناس بصورة مبسطة. جميل. بدل الذبابه قال جابوا فأر مثلا خدتوه، قالوا ده الحجم 9. فالانسان لما يكون عنده نقص في النظر اذا كان طول او قصر ما يستطيع يشوف الذبابه هذه، فبيشوف الفأر. فنقول هو نظره 6 على 9،
اللي هو 6 الفوق دي المسافه اللي بتخوض على الاختبار، والتسعه دي ده الحجم 9 اللي هو حجم اكبر. جميل. اذا ما شاف في المقياس ده فبيقوم يشوفه ثاني، نعم حجم اكبر برضه سموه 6 على 12 لحد ما يصلوا لحاجه اسمها 6 على 60. جميل. نعم. الموضوع نعم. شيق وفيه شجون يعني. نعم. دكتور الوقت يداهمنا، باقي 3 دقائق، أود أن أخذ الأسئلة بشكل سريع جدا. كان لدينا اتصال علي من السعودية سأل عن نظارات تصحيح النظر للأطفال، هل هي فعلا تصحح النظر تعيده إلى طبيعته؟ بشكل مختصر دكتور. نعم. الأطفال كالكبار يعني بيعانوا، قلنا قد يكون الطفل يطلع من بطن أمه يعني يعاني من ضعف النظر إذا طول أو غصر، فالنظارات زي ما هي وسيلة من علاج الاختلال البصري بالنسبة للكبار برضو للأطفال، ومهمة جدا للطفل، لأنه الطفل أقل من 8 سنوات بيكون المركز بتاع النظر في المخ فوق يعني في مخ الإنسان هو بيكون في طور نمو لسه، وبيبدأ يتعرف على الصور ويتعرف على الأشياء من حوله، فإذا فاتت 8 سنوات وما حصل تصحيح للنظر بيكون في حاجة بسميها إحنا الكسل هنا. احنا في بعض الناس بنقول لهم في كسل في العيون، كانه في المرحله الاولى اذا ما تعالج الخطا البصري بيبدا خلاص بيبقى ثاني ده عيب دائم او خلل دائم. معناها بعد 8 سنوات اذا لم يتم تصحيح النظر يصبح مشكله. نعم. دائمه. قبل 8 سنوات ممكن. نعم. ممكن التحكم بها. نعم. فاذا جاء مريض مثلا في عينه اليمين في شيء من الكسل اللي هو نحن نكشف ما نلقى شيء عضوي، لكن الخلل كانه وظيفي لانه في مرحله معينه كان في ضعف في نظر مثلا وما تعالج، ما انتبهوا له الوالد او الوالده في البيت. في الحاله دي اذا جاء الطفل في عمر اقل من 8 سنوات، في بعض يعني الدراسات بتقول شويه زياده من 8، لكن يعني عموما 8 سنوات او 9 سنوات، في الفتره دي نحن بنبدا نغطي العين السليمه ونجبر الطفل انه يستخدم العين العين الثانيه، فكانه بنعيد تنشيط للعين اللي فيها ضعف، لكن مع تصحيح النظر كل لابس النظارة ونغطي العين الثانية. معناها ارتداء النظارة للأطفال المحتاجين تصحيح النظر هو واجب وإلزام. واجب وإلزامي. جميل. معليش بس في نقطة مهمة برضو لازم سريعا أذكرها. طيب للوقت دكتور. نعم. سريعا. لا خلاص إن شاء الله. ضعف النظر عند الأطفال يؤدي الحول كمان. الحول يعني الحول في غالبية أسبابه في الأطفال بيكون نتيجة لضعف النظر اللي هو ما تم معالجته. اللي هو الحول انحراف وجود العينين. في داخل المحجر، مشكلة العضلات. نعم. جميل. عضلات العين. نعم. جميل. طيب دكتور لدينا سؤال كذلك كان من عز الدين من السودان، ذكر أن لديه ضعف شديد جدا في العين اليسرى. نعم. وعمره 26 سنة. نعم. بس كتوجيه سريع دكتور. نعم. هو ذكر أنه ذكروا له الخلل ده أظنه قال خلقي أو مولود به هو، فزي ما قلنا موضوع الكسل ذكرنا قد يكون في كسل في العين في العين اليسرى، فنحب نوجه يعني الإنسان هو طالما بعيد مننا بننصحه أنه يقابل في أي أقرب مركز للعيون في منطقته ويقابل الأطباء هناك أخصائي العيون وهم بينصحوا إن شاء الله بالشيء اللازم العلاج المناسب إذا كان يمكن علاجه يعني. جميل. طيب سؤال عبد الكريم من السعودية ذكر أنه عندما يقرأ كثيرا تبدأ عينه تدمع ويحصل له غباش، ما التوجيه دكتور؟ في الحالة دي أنا سألته من الزمن اللي بيقعد ساعات وكم، لأنه في بعض الحالات ما بيكون في خلل لكن في إجهاد على العين وعلى عضلات العين وعضلات داخل العين اللي هي العضلات قلنا بتتحكم في العدسة وغيره، والعضلات خارج العين اللي هي بتتحكم في حركة العين واتجاهها. في حالة الإجهاد ده نحب ننصحه أول حاجة الغراء تكون في إضاءة كويسة، يقسم جهده بتاع الغراء على اليوم، ما يعني ما يركز الجهد ده قبل النوم مثلا، يقعد له 2 أو 3 ساعات بيكون في ضغط شديد على العين في الحالة دي، فلازم هو يقسم مجهوده. دي هي النصيحة اللي بننصحها له يعني لأخونا الكريم هو من السعودية. ممتاز. طيب سؤال أحلام من الجزائر ذكرت أنها أحيانا أثناء النظر تشاهد مثل البقع الصغيرة. نعم. طبعا هي زي سؤال في 30 ثانية دكتور. نعم. لأن الوقت انت. نعم. في بعض الحالات يسمى الذبابة الطائرة، إذا أنا يعني خمنتها هي شكوتها بتعاني من إيش، في سائل داخل العين يسمى السائل الزجاجي، السائل ده مرات بيحصل فيه تغيير في تركيبته فيبدأ الإنسان مع دخول الضوء يشوف بقع أو نقاط، في العادة هي ما بتأثر على النظر، بيكون النظر يعني 6 على 6 زي ما ذكرنا. نعم. هي ذكرت أن النظر. نعم. لديها. نعم. نعم. فنحن يعني بننصح أنه هي تكشف في المنطقة الموجودة فيها، تراجع الطبيب العيون في الأول، وفي الغالب هؤلاء المرضى بيكونوا في إشكالية يعني، هم مطمئنة إن شاء الله. طيب دكتور فتح الرحمن شكرا جزيلا لك، انتهى وقت الحلقة. الإخوة والأخوات نعتذر عن أخذ بقية الأسئلة
نظرا لضيق الوقت نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وزكاء ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا ورجاء، واجأر لربك بالدعاء فعنده للصابرين كرامة وهناء، وإذا مرضت فمنه ألتمس الشفاء، وبحكمه السراء والضراء، فخذ النصيحة من طبيب حاذق، وبأمر ربك تكشف الأدواء.